رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج مصر في القلب. وقبل ما ارحب بضيفي عايز بس اعرفكم ان سياده اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس ومدينه المحله الكبرى تم تعيينه اليوم سكرتير عام محافظ الوادي الجديد. واخترنا دلوقتي ان في لجنه اتجهت لقريه القيصريه التابعه لمركز ومدينه المحله. لسه يا جماعه مكلمينا دلوقتي واحنا في الفاصل وحاليا بيزيلوا السور علشان اهل القيصريه يقولوا ما قصرناش معاهم ان شاء الله يا رب ما يكونش في اي تقصير. بنشكر وزاره التنميه المحليه وبقول للساده المشاهدين لا يمكن يكون في اي تواطؤ. والسيد حاتم زين العابدين سياده اللواء المحترم يعني بنفسه شكل لجنه وحاليا اللجنه بتقوم بازاله هذا السور. معاهم شؤون القانونيه ومعاهم مهندسي الاداره الهندسيه وسياده المامور مامور مركز المحله. برحب بضيفي والجزء الثاني من حلقتنا اصريت ان اسمع منه وسمعكم كلام يفيدنا كتير. معانا ضيفي في الحلقه السابقه شيخ نبيل نعيم. اهلا بيك شيخ نبيل. مرحبا بيك يا دكتور وشرفتنا قناه المحور وبرنامج مصر في القلب. مرحب واحنا سعداء سعداء لوجودك معانا للمره الثانيه. الاسبوع اللي فات كنا مع بعض وده الجزء الثاني ده بناء على رغبه ساده المشاهدين. انا في السودان كمان الاخوه في السودان كانوا عاوزين جانا على صفحه يا شيخ نبيل. بص كم رسائل هائل فانا بناء عليه يعني اصرينا ان يكون في جزء ثاني وان شاء الله يا رب نقدر نفيد الساده المشاهدين. طبعا يا جماعه الشيخ نبيل نعيم مؤسس او رئيس حركه او رئيس تنظيم الجهاد حركه تنظيم الجهاد السابق وحد يعني من المطبخ بقى ده من المطبخ هيقول لنا كل حاجه مش هيبخل عليه النهارده ووعدني ان انا يعني هفضح مش هخلي. يا مرحب يا شيخ نبيل. مرحب بيك يا استاذ. تحب نبدا بايه؟ هو احنا اتكلمنا عن افكار سيد قطب انها بتعمل صياغه للعقل التكفيري، صياغه، يعني هو مش بينشر الفكر التكفيري بس، لا ده بيعمل يعني اللي يقرا كتب سيد قطب ويكون ما عندوش خلفيه هيبقى انسان تكفيري لا محال. وانا اكلمك عن يوسف القرضاوي نفسه. يوسف القرضاوي في كتاب اسمه ابن القريه والكتاب قال تناقشت مع سيد قطب فوجدت ان فكره مشبع بالتكفير. القرضاوي نفسه. القرضاوي نفسه في كتاب موجود اسمه يعني القرضاوي نفسه شيخ الارهابيين بيقول كده. بيقول كده بيقول في كتاب اسمه ابن القريه والكتاب دي مذكراته يعني. بيقول تناقشت مع سيد قطب فوجدته مفعم بالتكفير. وقرات كتب الظلال ومعانا فوجدته يمعن في تكفير المجتمعات فحاولت ان اثنيه عن ذلك ولكنه رفض. علي عشماوي بتاع الاخوان اللي كاتب كتاب الاخوان احداث صنع التاريخ تقريبا حاجه زي كده بيقول سالنا سيد قطب عن ذبائح الجزارين اللحمه اللي انت بتشيلها من الجزار. قال اعتبروها كذبائح اليهود. ادي سيد قطب نظرته للناس. سيد قطب في الظلال بيقول لقد اختفى الاسلام منذ قرون. يعني مش احنا بس اللي كفار لا ده ابونا وجدنا في كتاب الظلال لسيد قطب. كتاب الظلال وموجود وكل حاجه موجوده. وفي كتاب معلم في الطريق بيقول ان الناس اعتدت على الوهيه الله. الناس يعني انا وانت اعتدينا على الوهيه الله ونزعنا الالوهيه من الله في الارض واعطيناها للحكام فاصبح الناس ارباب بعض. المشرعون اللي هم بتوع التشريع ارباب واللي بيطيعوهم عبيد. طبعا جاب الكلام ده منين يا شيخ نبيل؟ بس والله دي كل ده راجل مخه مركب شمال يا راجل. بص والله دي كل ربنا يعني احنا دي كل كتابات سيد قطب يعني تدور في هذه الحلقه انتزاع الوهيه الله. طبعا ده الراجل يعني اللي بيقوله ده لا يمت للفقه بصله ولا يمت للاحكام الشرعيه بصله. ده ينفع يتقال في مسرحيات ينفع يتقال في تمثيليات ان هو يكفر الناس دي كلها والوهيه. واحنا قلنا طب ايه هي يا شيخ سيد الحكم بما انزل الله؟ كل كتبه ما فيهاش ايه هو الحكم بما انزل الله. ايه هو الحكم؟ اعملوا لك دول كفره عشان ما يحكموش ما انزل الله. وداعش بتقول احنا كفره عشان ما يحكموش ما انزل الله. والاخوان احنا كفره عشان ما يحكموش. طب ايه هو الحكم بما انزل الله؟ طب هل هم يا شيخ نبيل بيحكموا بما انزل الله؟ ما انا جاي لك اهو. انا جاي لك اللي بيستحلوا الاعراض والدماء والقتل. انا جاي لك بالوقائع مش بالافتراء. ايه هو الحكم ما انزل الله عشان الناس ما تتلخبطش؟ هو ربنا قال سبحانه وتعالى
ايه هو الحكم؟ مش مستني انا اقول ولا الدكتور علاء يقول. قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. يبقى العدل هو شرع الله، اي واحد ياسس قوانين تحقق العداله بين الناس ده شرع الله. هو ربنا قال كده. ما تجيش انت بقى تكفرنا. الحاجه الثانيه، بعد 30 سنه حكم للاخوان في السودان، ايه هي هتافات الشعب السوداني اللي اسقطهم زي ما اسقطهم الشعب المصري؟ سلميه سلميه ضد الاخوان الحراميه. النهارده مساءلات للغنوشي بيقولوا له انت معاك مليارات وانت اصلا راجل ما بتشتغلش، صايع طول عمرك ما اشتغلتش. جاب الفلوس منين دي يا شيخ دبيس؟ هم بيسالوه النهارده مساءلات في البرلمان. بيقولوا انت ليس لك اجنده تونسيه، انت لك اجنده اخوان، اللي هي اجنده التنظيم الدولي. الاخوان في تونس ولاءهم للتنظيم مش لتونس، في مصر ولاءهم للتنظيم مش لمصر. وانا اقول لك حته خطيره محمد مرسي بيتحكم فيها والناس اللي معاه موجودين في السجن. هو مات الله يرحمه. في اول ما وصل محمد مرسي الحكم طلب تقرير عن تسليح الجيش المصري وتوزيع الجيش المصري في سيناء، وحصل على التقرير. وطلب تقرير عن المخابرات العامه وميزانيه المخابرات العامه وعلاقه مصر بالدول الاجنبيه، وحصل على التقرير. وعن كفاءه جهاز الشرطه، وحصل على التقرير. التقريرات دي كلها راحت فين؟ راحت دولتين، دولة قطر وراحت دولة تركيا. طبعا قطر مش هتعمل بيها حاجة، قطر هتوصلها لإسرائيل. معايا؟ قطر هي حلقة الوصل، هتوصلها لإسرائيل. فالتقريرات اللي هو حصل عليها بيتحكم عليها دلوقتي اللي وداها واحد اسمه أمين الصرفي واخته كريمة الصرفي، موجودين في السجن. بخصوص أرض سيناء يا شيخ نبيل، احنا معانا سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. مساء الخير سيادة المحافظ. اهلا وسهلا وعلى الساده المشاهدين جميعا كده. اهلا بيك سياده المحافظ. هو الصوت برضه ما زال بيقطع، بس هنحاول ان شاء الله ناخد بس معلومه عن حضرتك. عايزين نعرف سياده المحافظ كيف تتم التنميه في ظل هذا الوضع في شمال سيناء، وشفت حضرتك في حقل القمح حاجه مشرفه. اتفضل سياده المحافظ. احنا الحمد لله طبعا ربنا كرم السماء وكان في سيول والامطار، فاستغلت السيول والأمطار وزرعوا قمح وشعير. احنا طبعا موسم الحصاد بدأ بأول 6، وكان إجمالي المساحات بتاعت الأراضي اللي كانت مزروعة طبعا الذاتية 11145 هكتار، ويعني حاجة مشرفة وحاجة كويسة. والاستفاد الحمد لله الانتاج كبير حتى في لكل الثمرات، فطبعا دي حاجه كويسه. وكان الاجمالي 6717 فدان شعير و 4428 فدان قمح. سياده المحافظ ما شاء الله المساحات مساحات محترمه واضافه كبيره، وربنا يا رب يكون في العون. سيناء طبعا يعني ده ارض الفيروز يا سياده المحافظ. عايز اطمن من حضرتك على وضع المحافظه خلال هذه الجائحه، جائحه كورونا، ويعني تطمنا على اهلنا. اتفضل سياده المحافظ. احنا محافظه شمال سيناء تعتبر من اقل المحافظات الحمد لله تضررا بجائحه كورونا. احنا تقريبا اجمالي الحالات اللي شكينا فيها كانت 40 حالة، طلع منهم 34 حالة سلبية و6 حالات إيجابية. الست حالات الإيجابية في 2 خرجوا بعد الشفاء وفي 4 على وشك يعني مفروض. فاحنا يعني الحمد لله من أقل المحافظات تعرضا. يا رب دايما سياده المحافظ، واحنا محتاجين تنميه شمال سيناء ومحتاجين للقمح سياده المحافظ، واكيد هيكون في يعني خريطه بقى ونتابع مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا الشهاده الاعداديه في المحافظه 100% سياده المحافظ. النهارده اعتمدت نتيجه الامتحان الاعداديه وكانت النتيجه الحمد لله 100%. وبتقول برضه ان يعني الاول شغل منصب الاول او حاز
على الاول 37 طالب وطالبه حصلوا على المركز الاول مقرر يعني. ما شاء الله. بشكرك سياده اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وان شاء الله تكون المحافظه بوجودكم باذن الله وبمجهودكم واخلاصكم 100% في كل الفروع والاماكن ان شاء الله. نرجع لضيفنا اعزائي المشاهدين، اتفضل شيخ نبيل. احنا خدنا سياده المحافظ بقى بمناسبه شمال سيناء، وشمال سيناء دي حته من قلبنا يعني. ايوه طبعا، اتفضل معاك. انا اشاور لك الى كتاب ابو الحسن الندوي اسمه سائح في الشرق. بيقول ايه؟ بيقول استمعت الى محاضرة لسيد قطب فقال انه كان ملحدا 15 سنة وانقذه من الالحاد عباس محمود العقاد. سيد قطب كان ملحد 15 سنة. وهو كان عضو في المحفل الماسوني واستمر يكتب في مجلة المحفل الماسوني اكتر من 10 سنين. اللي اشد من كده ايه؟ ان سيد قطب نفسه ليه ديوان اسمه الشاطئ المجهول. ديوان لسيد قطب اسمه الشاطئ المجهول. بيقول فيه ايه؟ بيقول ان الالهام والسمو الروحي الذي حدث لمحمد في غار حراء هو نفس الالهام والسمو الروحي الذي حدث لبوذا تحت الشجره المقدسه. نعم. وما قالش محمد عليه الصلاه والسلام، هو بيعتبر النبوه دي مكتسبه. الامر بقى اللي انا عاوز اقول لحضرتك عليه هو ليه كتاب اسمه التصور الفني في القران. الاخوان عرضوا جزء، السلفيين عرضوا جزء من الكتاب ده، حته لسيد قطب من الكتاب ده على ابن باز، فراح مكفر سيد قطب والسلفيين راحوا مكفرينه معاه. ايه هي الحته اللي عرضوها عليه؟ هو بيشرح في قوله فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمون بعدي، والقى الالواح واخذ براس اخيه جره اليه. والقى الالواح واخذ براس اخيه جره، قال ابن ام انا القوم استضعفوني. بقيت الايه. فلما سيد قطب قال ايه في تفسير الايه دي؟ قال هذا يبين القائد المندفع المتهور. فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسف بسم خاتم وألقى الالواح واخذ براس قال ابن ام الايه في سوره العرف. فقال هذا نموذج للقائد المتهور. فراح ابن باز قال الذي يقول على موسى نبي الله هذا الكلام كافر. فراح السلفيين مكفرين عم سيد قطب. طيب انا بقى اضم صوتي لصوتك يا شيخ نبيل وبناشد الازهر يا جماعه، مؤسسه الازهر مؤسسه عريقه ويعني غنيه عن الكلام. النهارده لازم يبقى لها دور في الجماعه دول، يعني تعبونا يعني تفجيرات وتفخيخات وبيستحلوا دماء الاطفال والنساء والشيوخ. فين وزير الاوقاف من هذا الكلام؟ دكتور محمد مختار جمعه، فين سياده الوزير؟ فين تطوير الخطاب الديني اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ احنا عايزين نشوف الناس دول ايه. هدم الفكر ده لازم. السلفيين كفروهم يا سياده الوزير، لازم نفهم الناس، الناس دي فكرها كافر خارج على المله. اتفضل يا شيخ. هو المفروض يعني يبين للناس خطوره الفكر ده، لا يمت الاسلام بالصله. ده ممكن تسميه ادب، تسميه مسرحيه، انما فقه واصول لا طبعا لا يمت الاسلام بالصله. فلازم فتح هذا الفكر اللي هم عملوه دين وقتلوا الناس من اجله. نيجي بقى نشوف الاخوان لا مؤاخذه واكذوبه الحرب في فلسطين. اكذوبه اكذوبه. علي عشماوي نفسه كاتب بيقول ان حرب الاخوان في فلسطين وهم واكاذيب في كتابه. احمد حسين اللي هو زعيم مصر الفتاه قال ان الاخوان ذهبوا الى فلسطين لالتقاط الصور، وجاءتهم فتوى من الشيخ محمد فرغلي ان الهدف من القتال في فلسطين تصفيه الاخوان، فلم يخرجوا من المعسكر. لم يخرجوا ايه؟ مش اصحاب قضيه. لا مش اصحاب قضيه. مش اصحاب قضيه. من ضمن الاسباب اللي ادت الى قتل النقراشي باشا ان هو اكتشف ان السلاح اللي خدوه عشان حرب فلسطين هربوه القاهره. يا نهار ابيض. هربونا بيه. وقتلوا بيه احمد بير خزندار. فبدا بعد حل الجماعة يبحث عن السلاح ده ويلمه، قتلوه عشان تموت مع الحقيقة. فالإخوان أداة من أدوات الاستعمار في المنطقة. وعباس محمود العقاد في جريدة الأساس قال لحسن البنا
أنت أسست جماعة الإخوان لدعم المشروع الصهيوني في المنطقة، وقال أنا سألت حسن البنا 4 مرات عن أصول أجداده فلم يجبني، فهو من يهود المغرب. حسن البنا ده عباس العقاد قال الكلام ده جريدة الأساس سنة 1949. كلام موثق يا شيخ نبيل. يا شيخ نبيل أنا عايز أقول لحضرتك، هو حسن البنا ده كان ممكن يبيع مثلا فدان طين سابوه لوالده، ولا يبيع عمارة عنده ولا شقة عشان يدعم الجماعة، ولا عشان لا ده كلها مرتزقة يا شيخ نبيل. ما هو كلها تمويلات خارجية هو الحاجات مرتزقة. هو النهاردة الغنوشي بيتحاكم في البرلمان على الدعم الخارجي اللي بيجيله، وهو ما بيشتغلش أصلا، وإن الإخوان ليهم أجنت غير أجنت تونس، واخد بالك؟ هم بيقولوا إحنا ولائنا مش للوطن، الوطن حفن التراب طز في الوطن. نفس القصة عايشين بينا، ولائهم لتركيا والقطر ولائنا للعقيدة. طب ايه هي العقيده؟ انت عقيدتك فاسده اصلا، انت عقيدتك تكفير المسلمين، انت عقيدتك عقيده الخوارج. الرسول عليه الصلاه والسلام اهل النار معايا، علشان كده شيخ نبيل قالوا الاخوان خوارج العصر. ايوه، ما انا اقول لك على حاجه، ولولا الاخوان لكان المسلمون اخوانا. انت لو جبت المتهمين في قضيه الله يرحمه هشام بركات، اعترافاتهم ايه؟ ينتمون الى جماعه الاخوان حسب، وتدربوا في معسكرات عز الدين القسام في قطاع غزه، بتوع عرب شركس، ودي اخطر الاواضي، من اخطر الاواضي اللي الامن مسكها عرب شركس دي، معترفين. هاني عامر مصطفى قايل ان هم اتدربوا في كتاب عز الدين القسام، وان هم يعني خدوا تمويلات وتدريبات من حماس اللي هي تبع الاخوان. اللي بتوع البطرسيه مهاب مصطفى ومحمود شفيق اللي متهمين في البطرسية بتاعت حادثة المقصية في مصر، اعترفوا اعترافات تفصيل انهم سافروا قطر وحصلوا على اموال وخدوا تعليمات من الاخوان بتنفيذ عمليات ضد المسيحيين في مصر بهدف تفتيت المجتمع ونشر الفوضى. طب يبقى انت عاوز تقول الناس دول اصحاب دين واصحاب قضية؟ ده ناس عاوزة تهدم الوطن. بمناسبة الفوضى يا شيخ نبيل، اديك شايف عايزين يضربوا الجيش الابيض بتاعنا، وبيعملوا اشاعات غريبه يعني، جابوا شويه صور مفوركه كده وبيقعدوا يركبوا الصور، محترفين في القصه دي. هم عندهم حاجه اسمها الكتابه الالكترونيه، اسسها خيرت الشاطر من زمان يعني، هو كان محبوس فيها كتابه الكترونيه وماسكها واحد جوز بنته اسمه ايمن عبد العزيز، وقعد في تركيا. اسمها الكتابه دي شغلتها بس اشاعات واكاذيب عشان الناس تفقد الثقه في النظام، وعشان النظام يرتبك. هم عايزين كده؟ لا ده هم والله العظيم يا استاذ علاء احسن تشبيه، دول قاعدين على دماغهم وبيفكروا برجليهم. يعني مثلا على سبيل المثال، هل يعقل ناس عقلاء يتقال لهم ان جبريل نزل في رابعه يقولوا الله اكبر؟ هو جبريل ده دريفلي شغال عندكم وراه طالع. طب وموسى واسمه ايه ده الرئيس بتاعهم ده ولا ايه ده؟ صلى بالرسول، صلى بالرسول، الرسول جاله قال له لا تقدم انت. واحد والله العظيم عليه بيدخل عليه بكده، اقسم بالطلاق مش بالله، يعني بالله ممكن يصوم 3 ايام، انا ما اقسم بالطلاق ملهاش حل، علي الطلاق علي الطلاق 1000 مرة. مرسي راجع يوم عشان مرسي مات راح مش هيرجع ابدا. يا نهار ابيض. طب انت ازاي بتعمل؟ لا دي عقليات الاخوان، عقليات مشوهه، عقليات مريضه، نفوس مريضه. يعني لما واحد طلع لهم اشاعه من الاشاعات بتاعه قال لهم الزوارق الأمريكية وصلت قدام اسكندرية، كبروا في رب. ما انا عايز اقول لك بقى، ده انا في حاجة، الولد اللي اسمه احمد المغيرة لما اختلف معاهم هو في تركيا قال ايه؟ قال انا اللي دخلت السلاح ربع والنهضة. احمد المغيرة نفسه موجود على الكلام ده على اليوم، هو اللي دخل السلاح، قال انا اللي دخلت السلاح ربع والنهضة. هل عندك خلفية عن نوع السلاح يا شيخ نبيل؟ كان اهلي معظمه هو أيه. اللي حصل ان كل اللي ماتوا، انا سمعتها من دكتوره في مستشفى رابعه، وهي كانت طلعت في التلفزيون الدكتوره دي، بس انا مش محتفظ باسمها يعني، كانت طلعت في التلفزيون. كل اللي ماتوا في رابعه 350 منهم 40 امن. امال عمالين يعملوا يقولوا 5000 5000 ده لو اتضربوا بالطيارات ما نموتش 5000. والله يا شيخ نبيل، عصام العريان قال الامريكان عايزين كام شهيد منا عشان تقولوا كلمتكم وتدخلوا مصر. ده عالمي. يعني الناس كانوا بيقولوا كل حاجه. ايه ده في رابعه؟ ايه ده؟ بلاش كده ولا كده. حسين الازاز وعادل الازاز وعائله الازاز كلها كلهم عملاء للمخابرات الامريكيه، راحوا زاروا الخارجيه الامريكيه، وبعد ما خرجوا من الزياره عملوا مؤتمر صحفي قالوا ايه؟
قالوا وافقنا على حرية المثليين. يعني سألوهم في الكونجرس، طب انتوا لما تمسكوا الحكم المثليين الشواذ يعني هتعملوا فيهم ايه؟ قالوا حرية شخصية. دول اخوان. مالين شرع الله بقى بتاعهم والعياذ بالله. معايا؟ هم قالوا كده علني، وافقنا على المحافظة على مواعيد السلام مع اسرائيل، على الالتزام بعدم انتشار النووي، يعني ان مصر ما تدخلش في البرامج النووية، وافقنا على حرية المثليين. هي اي حاجة بقى بس يوصلوا للحكم. اهم حاجة وصلوا للحكم. معلش يعني. انا اهم حاجة وصلني للمكان ده وخد اللي انت عايزه. السياسة. العرض ولا عرض مش هيفرق معايا حاجة اصلا. ده كل ده عندهم. طب انا اعلم من الاخوان ولا اخونا المحامي اللي عمل سر المعبد؟ قال له الخرباوي، ثروه الخرباوي ده قعد معاهم 20 سنه وكان من القيادات، طلع قال كده وموجود في الكتاب بتاعه. الاخوان جماعه شيعيه باطنيه، جماعه شيعيه باطنية. الاخوان جماعه شيعيه، والناس عارفه حكم الشيعه الباطنيه في الاسلام ايه، تستحل اي حاجه للوصول للهدف، بمعنى كلمه شيعه باطنيه يستحل كل حاجه، كل المحرمات يستحلها بحيث يوصل للهدف. الشيخ محمد الغزالي عاش معاهم سنين وايام وكان من قياداتهم، قال سيد قطبي ماسوني وحسن الهضيبي ماسوني. حسن الهضيبي كان شغال تحت قياده مين؟ تحت قياده جلوب باشا. جلوب باشا كان قائد الجيش البريطاني وكان يهودي، وهو اللي اسس لقيام اسرائيل. كان حسن بنا شغال تحت حسن. عشان كده لهم علاقه بلندن يا شيخ نبيل، قاعدين هناك على طول، ده المركز الرئيسي اللي بتشغلهم بريطانيا. بس امريكا بقى خدت مكان الانجليز، واللي اسمه سعيد رمضان التقى بايزنهاور واتفقوا على اغتيال جمال عبد الناصر. دي القضيه اللي اتحاكم فيها الاخوان واتشنق فيها ثلاثه، قضيه محاوله اغتيال جمال عبد الناصر. هم بيقولوا ايه؟ ده تلفيق الف في اهلنا جمال عبد الناصر. نصيبتهم السوداء ايه؟ ان في لسه واحد من المتهمين، المتهم الثاني عايش اسمه خليفه مصطفى، عنده 90 سنه. طلع من كام شهر في جريدة الوطن قال الاخوان كذابين، احنا خدنا تعليمات بقتل جمال عبد الناصر. ومحمود عبد اللطيف اللي اطلق النار على جمال عبد الناصر، الهضيبي جه المحكمه وقال احنا ما نعرفوش من الاخوان. فالسادات كان عضو في المحكمه، رئيس السادات كان عضو في المحكمه. قال له طب يا هضيبي احلف على المصحف ان محمود عبد اللطيف مش تبع الاخوان. فالهضيبي حلف على المصحف، راح محمود عبد اللطيف طف على وشه يا نهار في المحكمة. والمحكمة مسجلة، احنا ما بنفتريش عليهم الكذب. يا نهار ابيض. وخليفة مصطفى ده عايش بين الدته بتوع معركة 90 سنة، هو المتهم الثاني. خد تأبيدة معايا؟ قال لا احنا واخدين تعليمات، ومحمود عبد اللطيف اطلق الرصاص على جمال عبد الناصر، ولما جه الهضيبي قال احنا ما نعرفش عنهم حاجة، ده الشباب ملوش دعوة بالجماعة. فأنور شاهد قال له طب احلف على المصحف، حلف على المصحف، راح محمود عبد اللطيف تف على وشه. تصديقا لكلامك يا شيخ نبيل ان هم ناس يعني يعملوا اي حاجه، ما عندهمش سقف لاي حاجه عشان يوصلوا لهدفهم. هم من ادوات اثروا على الرئيس مبارك وكانوا هيواخدوا مصر في سكه تانية خالص، رغم ان كان ما يكون من 90 مقعد في البرلمان. وكانوا بيعاملوا معامله كريمه يعني، دلعهم ده فعلا. كان لازم بس هم من اداه من ادوات الاستعمار في المنطقه، يعني من زمان وهم من اداه من ادوات الاستعمار في المنطقه. هم دمروا سوريا ودمروا مصر ودمروا ليبيا، كل تدمير الدول دي لا يصب الا في صالح اسرائيل. معايا؟ يعني تدمير سوريا يصب في صالح مين؟ اكيد. تدمير مصر يصب في صالح مين؟ طبعا. يعني لا مؤاخذه، هدم الجيش المصري لا يصب في مصلحه اي حد في العالم الا في اسرائيل. هدم الجيش السوري لا يصب الا في مصلحه اسرائيل. وانس التكريكي عضو الاخوان في سوريا، اول واحد دخل مع الدبابات الامريكيه بغداد، ومعروفين معاه. فدول خونه، حتى في الكويت، حتى ضحي خلفان في الامارات قال دعمنا الاخوان لما وصل الحكم، وقلنا لهم احنا مستعدين نديكم 3 مليار دولار لدعمكم. قال اكتشفنا ان خالد الشاطر بعت تعليمات للاخوان في الامارات بالاطاحه باولاد الشيخ زايد. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. لا ما لهمش خون يعني، ما يعني بص اللي يديهم الامان يبقى عبيط. معاه؟ الاخوان دي جماعه يعني اسوأ من الفيروس كورونا. فيروس كورونا بتعرف تاخد له علاج، دول ما لهمش علاج. ما لهمش علاج يا شيخ. لا 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 خونه.
كذابين وخونة، وخونة الوطن مش خونة بيخونون أنا أو بيخونوك أنت. كل تاريخهم خيانة، كل تاريخهم خيانة. مثلا على سبيل المثال من ضمن الإشاعات الخطيرة جدا. طيب استاذنك يا شيخ نبيل، هنطلع فاصل طيب أعزائي المشاهدين ونرجع لحديث المثمر شيخ نبيل نعيم رئيس تنظيم الجهاد الأسبق، ما تروحوش بعيد. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج مصر في القلب، وضيفنا العزيز الشيخ نبيل نعيم رئيس حركة تنظيم الجهاد السابق. قبل ما نخش في الحوار عايزين نعرفكم النهاردة تم تسجيل 1152 حالة وفاة، لا قدر الله يا رب، حالة إيجابية. الله يا جماعة الله يكرمكم، الواحد خلاص يعني الواحد انكح كحة دلوقتي بيخاف، فخافوا على نفسكم والله الواحد انكح كحة. عيدها تاني عيدها تاني. بتعب نفسيا. 1152 حالة إيجابية النهاردة و38 حالة وفاة. طب ده ينفع؟ عايزين يا جماعة نكسر العدد الكبير ده، عايزين يبقى 900 800 700 ننزل بقى، بنحلم برقم صفر. فأرجوكم الزموا بيوتكم وخافوا على أسرتكم، الزموا البيت، أرجوكم الزموا البيت. دخلنا على 30,000 حالة، 29,767 حالة النهاردة. الكمامة يا جماعة والتباعد. الناس اللي أنا بشوفها دي في الشارع مش اللي حاطط لي الكمامة فوق على شعره واللي حاطط لي الكمامة على دقنه وسايب بقه ومناخيره. طب نعمل ايه يعني؟ اروح فين؟ ما تلبسهاش بقى يا سيدي بقى وتعرض بقى للمساءلة القانونية. ما تحطليش كمامة كده ولما تلاقي لجنة تيجي منزلها على بقك. انت بتحافظ على مين انت؟ ربنا ما يجيب غرامات والناس تلتزم يا جماعة، عايزين الناس تلتزم مش كده. 102,152 حالة إيجابية تاني النهاردة. وبعدين من المنطلق ده بقى أنا يعني بناشد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، بقولها دكتور خالد نكلم مين لما حضرتك مش بتتواصل غير مع بعض البرامج ومنهم اتنين يعني مش تبعنا خالص، محطات أجنبية. طب احنا نكلم مين طيب يا دكتور خالد؟ حضرتك عليك مسؤولية زي ما احنا لنا مسؤولية، حضرتك عليك مسؤولية. احنا في حالة طوارئ، ما ينفعش نتصل عليك عشان نطمن ونشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين انا عايزك تشوف انت وزارتك الموقرة المصائب اللي بتحصل في المستشفيات الخاصة. عندي شكاوى قد كده يا استاذ خالد عايزين نكلم حضرتك فيها، بس ودانك مقفلة. الاعداد تعبوني يا دكتور، مش كده مش كده. يعني احنا نروح لمين؟ احنا نخاطب مين؟ احنا بنتكلم معاك بنص القانون والدستور على تداول المعلومات، احنا نروح فين يا دكتور خالد لما حضرتك منوط بان ترد علينا؟ احنا نستقي كلامنا من اي مصدر؟ انا تعبت من طريقه حوار حضرتك معانا، بنتصل عليك ناخد المعلومه من مين؟ قول لنا يا جماعه في رقم تليفون خد المعلومه منه. يا استاذ كرم جبر انا بناشد سيادتي الوزيره، استاذ خالد مجاهد ما بيتواصلش مع اي حد، ليه قنوات معينه بيتواصل معاه. طب مشاهدي قناه المحور ياخدوا المعلومه من مين؟ يعني ايه برنامج او اتنين؟ يعني انت بتحتكر نفسك على برنامج او اتنين يا دكتور خالد؟ حضرتك انا عندي مشاكل ومش عايز اسيرها، فارجوك تتواصل معانا. ماشي يا جماعه نرجع لكم تاني، ومش عايزين نخرج من مدنا. دكتور خالد مجاهد اصلا يعني لا في حال الطوارئ ولا في اي حاجه ولا في جائحه ولا يعني عادي، الايام عاديه عنده. احنا كلنا بنوصل الليل بالنهار وكلنا في خدمه البلد، يعني هل تكون موجود؟ عفوا يا شيخ نبيل. لا يعني جايانا شكاوى كتير وعايزين نتواصل. دكتور خالد مجاهد انا شايف كاعلامي وكمنصه اعلاميه انا شايف في تقصير عنده، حضرتك لا بيرد ولا بيسال، وفي ناس بيقولوا لنا هو يعمل سكرتير لنفسه عشان هو مش هيرد، اول وقت مش متاح ليه يقول. مثلا احنا عندنا الساده المشاهدين يعني في حد بيقول ان في لائحه نزلتها وزاره الصحه باسعار معينه، الناس الساده المواطنين الغلابه اللي نهيكوا في الشهور اللي فاتت الناس كلها يعني بتدفع ضريبه كورونا، انما فين؟ فين النهارده؟ انا بطالب يا جماعه الدوله المستشفيات الخاصه دي يكون عليها رقابه. حضرتك خد مكتب
وهات حد من وزارة الصحة يراقب على هذه المستشفيات اللي بتمص دم الغلابة بالتاجر في البشر. صح. مستشفيات خاصة معايا اسمها حضرتك بالتاجر في البشر. فين تسعيرة وزارة الصحة النهاردة يا دكتور خالد مجاهد؟ فين التسعيرة المحترمة؟ حضرتك تواصل معاه وانا هقول لك مستشفى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قالوا للناس ادفعوا 30,000 و50,000 والليلة ب20,000 في العناية المركزة. طب المواطن يروح فين؟ يعني حضرتك تواصل معانا عشان عندنا مشاكل ومش عايزين نسيرها على الهواء. اتفضل يا عم الشيخ نبيل نرجع لحضرتك. قول لي بقى اهم سؤال يا شيخ نبيل، هل هناك علاقة مؤكدة بين الجماعات الارهابية ومنها جماعة الاخوان المسلمين والمخابرات الاجنبية؟ طبعا دي علاقة وثيقة جدا من زمان، من ايام الانجليز لما كانوا محتلين مصر. وانا احكي لك واقعتين اتنين عشان وقت البرنامج يعني. وقع انا شهدتها وانا في السجن، كان في قضية اسمها قضية فارس مصراتي، دي قضية مشهورة عبارة عن المخابرات الاسرائيلية بتحاول تجند عرب من اللي بين مصر وليبيا، العرب اللي في الصحراء الغربية، تمام، عن طريق واحد اسمه فارس مصراتي من اصول ليبية يعني. المخابرات المصرية عملت له كمين ووقعت الضابط اللي مشغله. الضابط اللي مشغله ده اسمه ديفيد، يهودي ما بيتكلمش عربي اصلا، تمام، من اصول ايطالية. وجيت حبس في السجن ديفيد ده، وكان الملحق الاسرائيلي بيجي له يوم بعد يوم زيارة يعني. وكان ديفيد ده قاعد في اوضة لوحده، من اول ما يتفتح الباب لحد ما يتقفل خيرة الشاطر قاعد مع ديفيد في الزنزانة. طول النهار يتكلموا مع بعض. فالاخوه بيقولوا لي هو خيرت الشاطر ما بيخرجش من عند ديفيد؟ قلت له خيرت الشاطر بيسوق نفسه وبيسوق الجماعه لدى المخابرات الاسرائيليه. الحاجه الثانيه ان قبض على واحد في سوريا اسمه الحقيقي مراد مرخاي، ده من يهود جورجيا، يهود الخزر يعني، وانتقل الى اسرائيل وكان يعمل ضابطا في المخابرات الاسرائيليه، وتم ارساله الى سوريا باسم ابو عمر الشيشاني. ابو عمر الشيشاني من اشهر قيادات داعش، وكان يتنقل بين سوريا والعراق ومعه خمس ضباط يتكلمون اللغه العبريه. يا نهار ابيض. ولما جت الجيش العراقي دخل الموصل بعد احداث الموصل، داعش استولت على الموصل. فلما جه الجيش العراقي دخل الموصل تم اخلاء الضباط الخمسه دول اللي هم ابو عمر الشيشاني مش عارف مين ابو مكر التمركماني، واختفوا وذهبوا الى اسرائيل. ابو عمر الشيشاني رجع لسوريا وقبض عليه في سوريا، والتلفزيون السوري جابه وذاع اللقاء معاه. اسمه مراد مرخاي من جورجيا، يهودي من يهود الخزر، وانتقل الى اسرائيل هجره وعمل ضابطا في المخابرات الاسرائيليه، ثم تم تكليفه باسم ابو عمر الشيشاني جوه السفر الشيشاني، وبقى من قيادات داعش. معايا؟ يا نهار ابيض. طبعا والكلام في الموضوع ده يطول، بس انا بدي لك فكره عن تجار دين يا شيخ نبيل. بيتاجروا، بيضحكوا على السوزه، يحط ايده في ايد اي بني ادم على وجه الارض. لا هو يقول لك عشان الفلوس. هو بيقول لك بيضحكوا على العيال ويقول لهم شرع الله، المنهج الاسلامي، الدوله الاسلاميه. طب انتوا حكمتوا تونس سرقتوها، حكمتوا السودان سرقتوها، كل دوله بتحكموها عباره عن نهبه. وهنا في مصر بتنتهب، وانتهبوا طبعا كل هنا في مصر هم سابوا حاجه وبداوا يا اخوانه يا عم. دول عملوا دوله إيه؟ كلها دول اتصلوا كل الفروع، كانوا عايزين يعملوا جهاز اسمه الامن الرئاسي. جهاز اسمه الايه؟ الامن الرئاسي. وقاموا بفك مكتبين في امن الدوله، مكتب مكافحه النشاط الاخواني سرحوا الضباط بتوعه، والمكتب الثاني اللي فككوه مكافحه النشاط الصهيوني. يا نهار ابيض. وسابوا بقيه المكتب. يا نهار ابيض. هم المكتبين خدوا الضباط سرعوه، مدوهم الامن المركزي والمطافي، وفكوا المكتبين دول. مكتب مكافحه النشاط الصهيوني اسسه جمال عبد الناصر سنه 56، واول ضابط مسكه اللي كان ماسك محافظه اسكندريه اسمه محجوب. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. ففككوه يعني هم والصهاينه. وفككوا المكتب بتاع النشاط الاخواني. الامن الرئاسي ده كان هيبقى موازي لاجهزه الامن المصريه وهيحجمها.
يبداوا يخترقوا الاجهزه دي ويشيلوا منها العناصر الوطنيه ويدخلوا العناصر الاخوانيه. وطنطاوي قال كده، المشير طنطاوي قال انا خارط الشاطر جاني وجاب لي 3000 اسم تابعين للاخوان من خريجي كليات الحقوق. يا نهار، وقال له انتوا كنتوا بتمنعونا من دخول الشرطه، دلوقتي احنا في الرئاسه فاحنا عاوزين لاصلاح جهاز الشرطه، دول ياخدوا دوره 6 اشهر ويمسكوا معاونين مباحث في كل اقسام مصر. يا نهار ابيض. طنطاوي قال له الشرطه والجيش ما لهمش علاقه بالجماعات. يا نهار ابيض. ابعد عن الشرطه ابعد عن الجيش. يعني كانوا مستعدين لاخوانه الدوله، وبعد ما يركبوا بقى انسى الديمقراطيه دي، سلم بيطلعهم ويشدوه معاهم، خلاص مفيش ديمقراطيه. بيركبوا وياخدوا السلم يا شيخ نبيل. ياخدوا السلم زي حماس. فتحي حماد وزير داخليه حماس، في حركه اسمها حركه تمرد ظهرت ضد حماس، لان حماس بتحكم القطاع بالحديد والنار. فتحي حماد قال ايه؟ ليس عندنا قنابل مثيره للغازات، ولكن عندنا رصاص حي نطلقه في رؤوس المتظاهرين. معايا؟ وانا اقسم بالله والرئيس محمود عباس سمعني، انا سمعه بودني من الرئيس محمود عباس، هو قاله وانا سمعه بودني مني ليه، ان حماس قتلت 120 ضابط فتحاوي من سكان قطاع غزه بتهمه كسر حظر التجول. يا نهار، جابتهم صفتهم عشان تبع فتح. قال لي والله اسرائيل ما قتلتهم في معركه من المعارك بتاعتها. يا نهار ابيض، 120 ضابط دول كفر يا شيخ نبيل، عشان ينتموا، عشان ينتموا لمنظمة فتح. معروف الصراع ما بين فتح وحماس. قتلوهم والتهمه ايه؟ التهمه كسر الحظر. كان في حركه اسمها حركه تمرد، جم هنا مصر واحنا سهلنا لهم يطلعوا في بعض الفضائيات، 43 ولد قتلوهم وقالوا جواسيس. قتلوهم وقالوا عليهم ايه ده؟ جواسيس بيعملوا صالح اسرائيل، ودي حركه تمرد ضد فتح، كانت معمول اسمها 11/11 معايا. فدول لما بيوصلوا خلاص بيحكموا بالحديد والنار، لا في ديمقراطيه ولا في تداول سلطه. بيعملوا ضد حماس. ولا كانوا بيعملوا ضد حماس، ما هو حماس الجناح الجناح العسكري، جناح الشر بتاعه. ومن قالوا حسبي الله، هم اللي بيلعبوا بيه في شمال سيناء. يا سيدي الفاضل، ولاء حماس للتنظيم الدولي لا علاقه لها بالقضيه الفلسطينيه. بلاش كده ولا كده، هو مش كان في هدنه حصلت ايام مرسي بين حماس واسرائيل ومرسي ايدها، اللي عاملها مرخاي المستشار القانوني لنتنياهو، هو اللي عمل الاتفاقيه دي وادها لحماس، وحماس بعتتها الاخوان هنا وافقوا عليها، اسمها هدنه 15 سنه بين حماس وبين. هو لو قصه دين يا شيخ نبيل ما كانوا اتحدوا فتحي وحماس، لو القصه قصه دين، انما ده قصه مصالح وقصه مصالح تمويل وتجارة واجندات وتجاره بالقضايا الوطنيه وبقضايا الدين، اجندات كلها اجندات وكلها اجندات لا تصب في صالح الوطن. عايز اخدك يا شيخ نبيل، عايز واسالك سؤال يعني صراحه بيدور في ذهني تمام. تفسر بيه عدم حدوث اي حادث ارهابي او تفجير اثناء الفتره بتاع مرسي. لا، ما هم المسيطرين وعندهم اتصالات. هدي حضرتك دليل. بدليل ان حصل حادثه كده فرديه، كانوا تم خطف شويه عساكر الامن المركزي، فالمهم تخيل، والساده المشاهدين الحاجه موجوده، يعني صوت محمد مرسي موجود، قال وضع الخاطفين والمخطوفين. ايوه، قال سنحافظ، قال ان شاء الله هيعودوا وسنحافظ على حياه الخاطفين والمخطوفين. هم انا حد بعت لي فيديو ده، انا بيني وبينك يعني هم عملوا حادثه رفح اللي قتل فيها 16 من عساكرنا الله يرحمهم، كان الهدف منها الاطعاب طنطاوي. ده الهدف، واللي عملوها بتوع حماس وبتوع التكفيرين بتوع سينا. يا نهار ابيض. الهدف منها سكه او سلمه، يعني يقولوا لطنطاوي انت مش نافع، مع السلامه، يلا امشي. المهم ايه؟ يعملوا سبوبه يمشوا بيها طنطاوي. بلاش كده ولا كده، لما حصل الخطف اللي حضرتك قلت عليه ده، خرجت عربيه من رئاسه الجمهوريه متجهه الى سينا. فلما طلعت من نفق احمد حمدي، المخابرات وقفت. مين في العربيه؟ قالوا انا تبع الرئاسه. اتصل المخابرات قال في عربيه تبع الرئاسه ومش عاوزين يكشفوا هويته. ما كانتش دوله يا شيخ نبيل، قالوا لهم هي كانت دوله. المخابرات قالوا لهم لا، لازم تعرفوا مين دول. لقوهم 3 من قيادات الجهاد، توفيق العفني ومجدي سالم بتاع طلاع الفتح، وكلهم مفرج عنهم، ورايحين قال يتفاوضوا مع الاولاد اللي خاطفين العساكر. يا نهار ابيض.
وراكبين عربيه رئاسيه يا شيخ نبيل تحت الرئاسه وتعليمات ما حدش يفتشه. المخابرات قالت لا لازم تتفتشوا ولازم تعرفوا انتم مين معايا. ورايحين قال ايه تفاوضوا مع العيال اللي خاطفين العساكر. هي ما بتبقاش دوله، هي بتبقى عصابه ماسكه البلد. انت تتكلم يلفوا لك اي تهمه معايا. يعني انا مره كنت في تلفزيون الكويت وجايب المنشورات والصحف اللي بتتهم مرسي بالعماله المخابرات الامريكيه وتسليم الضابط عبد القادر حلمي اللي كان بيسرب اسرار الصواريخ الامريكيه للجيش المصري وخبص عليه مرسي واتحبس خد تأبيده. يا نهار فانا جايب الكلام اللي اتكتب من الجرايد اهو بيقولوا كذا بيقولوا كذا سواء اجنبيه او مصريه. فراح واحد من الاخوان قال ده الشيخ نبيل ده عامل المخابرات المصريه. فالمذيع قال لي رد عليه قلت له بتاع نيسوان يلا غرف 60 ده اصل هترد عليه تقول له انا بقول لك مرسي عميل المخابرات الامريكيه يا نهار بالادله بالادله وحبس الراجل عبد القادر حاتم خد تأبيده عبد القادر حلمي خد تأبيده في امريكا وده ضابط عقيد مصري وتهمته كان بيسرب اسرار الصواريخ اللي هي الكربون الاسود قضيه اسمها قضيه الدكتور حسام اللي هو حسام خير الله بتاع المخابرات هو اللي كان بيتابعها وموجود عاش الله يديله طول العمر. انا بقول لك مرسي عامل المخابرات وحبس الراجل وراجل خد تأبيده وانت وقائع ما فيهاش يعني وانت يعني وضوح الشمس الشيخ بتاع المخابرات. طب يا عم الحمد لله انا عامل المخابرات المصريه انت عامل المخابرات الامريكيه. اه والله ما الناس دول عندهم يعني عندهم عندهم عوار في عقولهم يا شيخ نبيل. ربنا يعافينا والله يعني وربنا سبحانه وتعالى يقي مصر من شرورهم. وبالنشر للسادة المشاهدين ما نتبعش يا جماعة أرجوكم أي إشاعات أي إشاعات مغرضة الغرض منها تفكيك وحدتنا. يعني الجيش الأبيض واقف زي الصخرة لا يقل عن الأبطال بتوعتنا نفسينا. فرجاء أي إشاعات أي حاجة هو دلوقتي ما نشيرش أي حاجة يا جماعة سلاحهم الإشاعات والكذب ما يملكوش أي حاجة يا شيخ نبيل. طيب أنا عايز أقول لحضرتك أنت إزاي بتتابع العملية الشاملة في سينا حاليا وايه نسبه النجاح اللي محققها؟ لا هو بص هو لولا ان الجيش بيتصدى لهذه الجماعات كان زمانهم من زمان اعلنوا الدوله الاسلاميه في سيناء. ما عملوا كده في الموصل وعملوا كده في الرقه في سوريا وقعدوا 5 سنين انما الجيش مديهم على دماغهم. اه هم انت عارف قضيه الله يرحمه المنسي كان هم نعوا العلم حقيقي ويقول لك اعلان وكانت الجزيره مستعده قناه الجزيره لان الحاجات دي صورت فيديو واتبعتت فورا على الجزيره فعلا. اول ما يرفعوا العلم كانت الجزيره هتقول الدوله الاسلاميه في العريش ورفع زي ما قالوا الدوله الاسلاميه في الرقه الدوله الاسلاميه في حلب في الموصل الدوله الاسلاميه في موصل. هم كانوا عاوزين يعملوا كده حسبي الله ونعم الوكيل. فهو الهدف هو واللي صالح مين الاقتطاع ده يعني اقتصر لصالح اسرائيل معايا. فاللي عاوز اقول لحضرتك ان دي ادوات من ادوات الاستعمار لهدم الوطن مش ما بتعملش في صالح الوطن ولا بتعمل في صالح الدين. طب انا عاوز اسال الاخوان بقالكم 100 سنه الدعوه بتاعتكم عملتوا ايه؟ صديتوا عن سبيل الله وكفرتوا الناس وقتلتوا المسلمين وسيد قطب بيقول الذين يؤذنون على المساجد ليل نهار يقولون لا اله الا الله هم كفار في كتاب معالم في الطريق وكتاب عندي. حتى لو رددوها على والله الله يسامحه يعني احنا مش يعني انت عاوز اكتر من كده نقول ربنا يسامحه والله مش يعني بقول لك الناس اللي بتأذن 5 مرات وبتصلي 5 مرات بلدنا قالك دول كفار. طب هتأسلم مين يا عم السيد انت؟ معايا؟ وبناء عليه بقى طالما كفرت استحلال الدماء استحلال الاموال استحلال الاعراض استحلال الكذب واخد بالك؟ طبعا استحلال كل حاجه فيه ما هو ادى بقى النفس و فده اخطر فكر ولازم هذا الفكر يواجه ويهزم. ليه؟ عشان حتى نحمي الشباب اللي هو الشباب الجديد اللي طالع نحميه من براثن الفكر ده ونقول ان ده فكر ضال وده فكر الخوارج وده فكر كلاب جهنم. اصلا انت بتكفر المسلمين لما واحد يقول لك ان الاسلام غاب عن البشريه منذ قرون يا سلام الاسلام غاب عن البشريه منذ قرون. وانت يعني المسلم وقاعد عايش لنا فيها الرساله نزلت عشانك انت والاخوان معايا. فلازم فتح هذا نيتهم سودة يا شيخ نبيل والله والله لا يحملوا للإسلام إلا الشر. بص هم لو عندهم مثقال ذرة من إخلاص كان ربنا واقف معاهم في أي مكان. هم اتخاذلوا في ليبيا اتخاذلوا في تونس اتخاذلوا في مصر اتخاذلوا في السودان واتفضحوا بعد 30 سنة واخد بال حضرتك.
فدول جماعة مخزولة، الخزي والخزلان معقود في النار. أنا أدي لك مثال، عملوا إشاعة خطيرة جدا، إشاعة دي مشت في العالم الإسلامي كالنار في العشيم. واحد طلع راح بشريط للكويت، ودى شريط لواحد كويتي بيخطف في المساجد، يعني اسمه الشيخ القطان، إن في 200 أخت في سوريا بشار الأسد حابسهم وحملوا نتيجة هتك عرض الجيش السوري ليهم. والقطان ده راجل بان على عبيط أو إخوان، حسبنا الله ونعم حرائر المسلمين. بعد كام سنة اكتشفوا إن العمل الشريط ده كذاب، ولم فلوس من الكويت وراح قعد في إيطاليا فاتح مصنع مابوليا. يا نهار، لم 5 مليون دينار كويتي. يا نهار، والإخوان هم اللي فضحوه لما خد الفلوس لنفسه. يا ابن الكلب يا حرام يا نهار أبيض. ومفيش حاجة اسمها 200 أخت حوامل. بشار الأسد طلع قال إيه؟ قال لهم يا جماعه انتوا بتقولوا 200 اخت هتروح حوامل. بعيد ليه يا شيخ نبيل؟ خدنا بقى في الحته دي بقى، دام بقى جينا بقى بشار الاسد قال لهم مفيش واحده حيه من ال 200 تطلع تحكي لنا ايه اللي حصل. ده قال لهم كذابين. طب طارق سعيد بقى، ولا طارق طارق سعيد رمضان اهو، ده بيقولوا حفيده، حفيد حسن البنا، حفيد حسن البنا. سعيد رمضان ده متجوز وفاء بنت حسن البنا. طارق سعيد رمضان والله دكتور علاء معمول له 300 قضيه هتك عرض. ده قاعد بقى، ده قاعد فاضي بقى لله. مفيش وراه غير كده. قاعد فاضي بقى للقصه دي. ابوه مليونير اصلا. معمول له قضيه، مش انا بكذب عليه، ده متقدم في المحاكم. يعني في فرنسا ولا فين بقى؟ فرنسا. فرنسا. باتهام 300 واحده متهمه بعد كده. مش 30، 300. ده جوز بنته ولا؟ لا ده طارق حفيده، يبقى حفيد حسن البنا، اسمه طارق سعيد رمضان. حفيد حسن البنا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ما هو بيجري في دمهم اصلا النجاسه والوساخه، والناس بتجري بالدين يا شيخ نبيل، معاهم الكلام ده. كل حاجه عندهم حلال، اي حاجه توصلهم لهدفهم حلال، ما عندهمش حرام. الحرام عليك انت بس، حرام عليك عيشتك معانا، انما هم ما عندهمش. شيخ نبيل، ايمن الظواهري يعني فضح الاخوان بطريقه يعني رهيبه، عايز اعرف السر اكيد عندك، ان انت عاشرت ايمن الظواهري. حبيبي ايمن كان، وقعدت معاه في فيليتو كان معاه في افغانستان، كان معاه في السجن، وكنت انا معاه في افغانستان في نفس البيت، يعني ساكنين مع بعض. ايه بقى قصته وايه السبب يعني؟ بص، انا لما جم الاخوان حكموا مصر انا بدات هاجم الاخوان، وقلت ان دول خطر على الامه وخطر على الاسلام نفسه. وكتبت كده، وجريده الدستور نشرتها، والجورنان عندي، لابد ان يتدخل الجيش المصري للاطاحه بالعصابه الارهابيه التي تحكم البلد، الاخوان لا علاقه لهم بالدين. لقيت انا ماليش في التكنولوجيا كتير، لقيت على الماشنجر رساله انا ما بعرفش استخدمه، فعيالي فتحوها، لقيت ايمن الظاهر. ازيك يا دكتور؟ طبعا اتكلمنا. قال لي يا شيخ نبيل الاخوان بيشتكوا منك ومفيش داعي تهاجمهم. قلت له هو انا اللي عملت الحصاد المر ولا انت؟ هو ايمن عامل كتاب اسمه الحصاد المر للاخوان، يعني حصاد المر ل 60 سنه للاخوان. ياه. جايب لهم كل ما دق وجل عن جرائمهم. الكتاب اسمه الحصاد المر. موجود على النت، اللي عاوز يدخل يقراه يقراه. ايمن وانا معاه قال لي خد اقرا الكتاب ده. قريته. معاه؟ قال لي انت نازل مصر؟ قلت له. قال لي طب ممكن تاخد على اسطوانات وتطبعهن في مصر؟ قلت له لا. قال لي ليه؟ قلت له انت مكفر اخوان، انا بقول عليهم مجرمين بس كفرهمش. قلت له اللي اقرا الكتاب ده. الاخوان المجرمين. انا بقول اجرموا في حق الدوله فعلا. انا بقول لا، مجرمين في كل حاجه، اجرموا في حق الدوله وفي حق انفسهم. في حق الدين. وفي حق الدين. فانا بقول عليهم الاخوان المجرمين، انت مكفرهم. يعني اللي يقرا الكتاب ده لازم يكفر الاخوان ويكفر حسن البنا ويكفر كده. فما رضيتش اطبعه، فهو ده الواحد غيري طبع معايا. فهو ايمن الظواهري عمل، انا بقى كنت معاه، كان هو ماسك مدير مستشفى الهلال الكويتي. فجيت لقيته قاعد في البيت ما بيخرجش. ايه يا دكتور ما بتروحش المستشفى ليه؟ قال لي الاخوان طردوني. الاخوان جم بقى مسكوا المستشفى الهلال الكويتي اسمها. دي كانت في افغانستان في بيشاور. في على بيشاور. الحدود بين الافغان وبين باكستان. طردوك ليه؟ قال لي بيجي ادويه الكويت والسعوديه وقطر، وبيبعتوا ادويه، طبعا ادويه كلها جايه من فرنسا وسويسرا
قال لي بياخدوها يبيعوها ويجيبوا البديل الباكستاني. طبعا علبة الدواء الألماني برقم، علبة الباكستاني ببلاش. يعني متخصصين يا شيخ نبيل. بيسرقوا سفن، ده بتيجي سفن محملة أدوية بتسرق أول بأول، ويكتبوا لستة أدوية فيتنامي وهندي وباكستاني. ما تجيش عشر السفينة اللي جاية. الأدوية دي عندهم شركات بتبيعها ويجيبوا الأدوية الباكستاني البديلة وخلاص على كده، وهنا كميات بسيطة طبعا. فهو قال لهم حرام، أنتوا بتجمعوا تبرعات ودول أولى ودول كذا. قالوا مشوه. مشوه زي، قالوا لهم ده راجل متهم في قضية الجهاد، إزاي يمسك المستشفى؟ إحنا لازم نمشيه. ومشوه. فأنا قلت له يا دكتور هو أنا اللي كتبت الحصاد المر ولا أنت؟ ده أنت مكفر أم الإخوان واللي جابوا الإخوان والكتاب بتاعك موجود. تقول لي ما تهاجمش الإخوان؟ ربنا سبحانه وتعالى يديهم أضعاف نيتهم. لا هو بس هم لما وصلوا للحكم عملوا معاه علاقة. يعني اصطلحوا معاه، والكلام اللي هو محبوس عليه مرسي اتصال بأيمن 15 مرة. معايا؟ مكالمات تليفونية مسجلة. مسجلة، المخابرات مسجلة ومقدمة للمحكمة. والنائب العام هو اللي محوله. فلأنها اتقدمت للنائب العام. فهو بعد ما وصلوا الحكم عملوا معاه مصالحة وبعتوا له تقريبا فلوس حوالي 20 مليون دولار او حاجة زي كده. يا نهار ابيض. عملوا معاه مصالحة يعني، رغم وزع بقى فلوس الدولة بقى، هم عشان يبعت الناس اللي عنده. يا نهار ابيض. هم بعتوا له فلوس ليه؟ عشان يبدأ بقى الناس اللي عنده في افغانستان دي يفضيها من افغانستان. وهو خيرت قالها للرئيس السيسي. والرئيس السيسي قالها. قال له هيجي لك ناس من افغانستان، هيجي لك ناس من ليبيا، هيجي لك ناس من سوريا. يا ساتر. الرئيس قال له انتوا لا تحكمونا لا تقتلونا. الرئيس قال، وانا سمعته كذا مره. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لا هم من فكره الوطن دي، تعال لا شوف. لا وطن ايه؟ ما كنا عايزين تعال انت شوف سوريا. هي 3 مليون لاجئ بسبب افعال الاخوان القذره، وفي الاخر عملوا ايه؟ بيبعتوا عايزين يعملوا مصالحه مع بشار. معايا؟ في الاخر عايزين يعملوا مصالحه. والله العظيم عارف مين اللي خرجهم من السجن؟ محافظ اسد كان حابسهم. اللي خرجهم بشار. وعملوا فيه كده. حماس كانت المكتب الوحيد لحماس خارج قطاع غزه كان في دمشق. وفرضت عقوبات على سوريا من اجل اغلاق هذا المكتب. البشار ما رضيش يقفله. طلبوا من حسني مبارك يفتحوا مكتب في القاهره، قال لهم لا ما تفتحوش عندي حاجه، يلا مع السلامه. الله يحرق. بعد 10 سنين من العقوبات ضد بشار، حماس قتلت بشار بالصواريخ اللي واخداها من حزب الله تضرب بيها غزه. حسب السيول اللي جايه لهم منين والتمويلات جايه منين؟ كانوا واخدين صواريخ من حزب الله يضربوا بيها اسرائيل. والله العظيم بتوع حزب الله هم اللي قالوا لي لما كنت في قناه المدين في لبنان، قالوا لي لقينا الصواريخ دي بيضربونا بيها في سوريا. قلت لهم اشربوا بقى. لا دين ولا دوله يا شيخ نبيل. عقول مريضه. طب هل يوجد تدريبات لداعش في تركيا واسرائيل يا شيخ نبيل؟ يا سيدي الفاضل، داعش من غير تدريب ما يبقاش في داعش. عشرات المعسكرات موجودة على الحدود السورية التركية. عشرات. وأنا أقول لك على حاجة، وزير الداخلية التونسي بيقول تمكننا من منع 8000 شاب للقتال مع داعش، ولم نتمكن من منع 3000 تمكنوا من الخروج إلى إسطنبول، ومن اسطنبول الى سوريا. ادي وزير الداخلية التونسي، وقال لك حصلوا على جوازات تونسية مزورة من وزارة الخارجية عن طريق الاخوان اللي شغالين في الوزارة. الله الله يخرب بيتهم والله يا شيخ. بلاش كده ولا كده. الاولاد اللي كانوا بيفجروا ابراج الضغط العالي، فاكر الاحداث تفجيرات ابراج الضغط العالي؟ فاكر. لما اتقبض عليهم اللي عندي كانت بتفجر الابراج اللي داخله على المصانع، داخله على مدينتي، عارفه الابراج ارقامها. وجدوا ان الاولاد دول حصلوا على معلومات سريه من جهاز اسمه المركز التحكم في الطاقه، وده اخطر المراكز في مصر، مركز التحكم في الطاقه. حصلوا على معلومات سريه عن طريق الاخوان الشغالين في المركز، مركز التحكم في الطاقه. يعرفوا البرج ده موزع على فين، فجروا. يا ولادي وزير الداخليه التونسي قال حصلوا على جوازات سفر من الوزاره. هم اللي يمسكوا الدوله يستحلوا فيها كل حاجه.
معايا؟ اي حاجه تخدم مصالحهم يا سيدي فاضل. في حركه في السودان اسمها زيرو فساد، دي ماسكها واحد اسمه الدكتور نادر عبدلي. الحركه دي قدمت ناس كتير للمحكمه، مش احنا بنفتري عليهم الكذب. اقسم لك بالله اكتشفوا ان واحد من الاخوان، واحد عنده 100 عماره في حي اسمه حي المدينه المنوره، ده زي حي المهندسين هنا، 100 عماره من نهب واحد التمويلات اللي جايه من بره. لما راحوا قبضوا عليه لقوا في بدروم الفيلا بتاعته 18 مش عارف 13 طن ذهب. ده قيادة اخواني ولا ايه ده؟ اخوان كل دول اخوان. كم طن ذهب يا شيخ نبيل؟ اقل حاجه 13. 13 طن ذهب ده في البدروم بس. ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. وغيره وغيره ملايين نهبوا البلد، نهب السودان من اغنى الدول بس منهوبه. معايا؟ فاللي عاوز اقول لحضرتك ان الاخوان دول عندهم دين وعندهم اخلاق ولا عندهم فكر. طب انت قول لي هو فكر الاخوان ولا حاجه. حسن البنا ده تقرا كتبه ما يكتبها عيل في سنه ثالثه ازهري. متخلف. معايا؟ يعني انا قريت كتبه. سمك لبن تمر هندي كلها. معايا؟ كتب سيد قطب كلها كتب تكفير في تكفير. بيكسبوا العقول ازاي يا شيخ نبيل؟ وبيعملوا غسيل مخ للعيال؟ هم في الجامعه كان السادات سمح لهم بالعمل في الجامعه، فعملوا مشاريع اقتصاديه زي منها لبس المحجبات ب 8 جنيه كان ساعتها، المذكرات الكتاب مثلا كان بيتباع ب 20 جنيه يديك المذكرات كلها ب 3 جنيه. والشباب في الجامعه خاوي لسه لم يتشكل عنده فكر، يعني ساذج. يعني شباب الجامعه ده لسه ساذج، راجل ما عندوش فكر. ما بيستغلوا الفقر برضه يا شيخ نبيل. ما بيستغلوا كل حاجه. لذلك تلاقيهم معين على العقول، يعني بياخدوا فهم يعني انا والله اعرف قيادات من الاخوان دلوقتي مليونيرات كانوا معانا في الجامعه مش عايزين ياكلوا. الاربع سنين ما غيرش الطقم. انا اعرفهم دلوقتي اصحاب شركات صرافه. حقيقي حقيقي اصحاب شركات موجود صرافه. موجود منهم كتير معروف بعد انتمائهم للجماعه. يعني سنه اولى خير عام عليهم. سنه اولى الطقم زي ما هو، سنه ثانيه الطقم زي ما هو، سنه وتلاقيه بياخد دعم الجامعه. عارف انا الكلام ده. يا دوب غير في سنه رابعه بقى لما جه يتخرج. طبعا دلوقتي عندهم شركات صرافه. معايا؟ فهم بيستغلوا كل حاجه. فاللي عاوز اقوله لك ان في السادات وحسني ادوا لهم فتره سماحه من باب يعني ان يعيشوا ويشوفوا حياتهم، بس هم للاسف الشديد ما لهمش امان وبيختطفوا الدوله لصالح التنظيم. ما ناس خونه. يعني مثلا على سبيل المثال بعد احداث رابعه نقيب الاطباء في مصر ماسك صندوق نقابه الاطباء اتهم الاخوان باختلاس 12 مليون جنيه من صندوق النقابه لدعم اعتصام رابعه. ياه. ومتقدم بلاغ للنائب العام ضدهم. احنا نختم بقى حلقتنا برابعه بقى. ايه الكواليس اللي عندك في الاعتصام؟ وايه كم الفلوس يا شيخ نبيل اللي كان بيوزع ده؟ لا بص عايز اقول لك حاجه، ايه هي رابعه؟ سمعنا الكلام ده من واحد و10 و20 و100. لا الفلوس حدث ولا حرج، يعني دي ما انما ايه هي فكره الاعتصام في رابعه اللي طولت؟ دي عباره عن مؤامره مصنوعة بين الإخوان والمخابرات الأمريكية بقيادة السفيرة الأمريكية في مصر. إيه هي الفكرة؟ إن هم هيجوا في وقت من الأوقات يعلنوا حكومة موازية لحكومة عدل منصور. حكومة من جوه الميدان رابعة وزير الكهرباء وزير الطاقة وزير مش عارف ويشكلوا حكومة. قالوا تشكيل وقالوا الكلام ده. وأمريكا كانت متفقة مع 12 دولة من الدول الغلابة اللي أمريكا بتمارس عليها ضغوط إن يعترفوا بالحكومة دي. يعترفوا ايه؟ يا نهار ابيض. وبعدين تدخل امريكا تقول نزاع بين حكومتين بقى. دي حكومه ودي حكومه، دي معترف بيها ودي معترف شغل بيه. موازي بقى. ايوه زي ما عملوا مع حكومه الوفاق. نفس القصه في ليبيا ونفس القصه ربنا يحرقها وما يشوفهاش. فهي دي كانت خطه رابعه. اعلان حكومه موازيه للحكومه المصريه الموجوده اللي ماسكها ساعتها الدكتور عدلي منصور. وامريكا هتعترف بالحكومه اللي في بتاعت رابعة ودب بقى الخناقه بين الاثنين بقى. طبعا. والدوله تنقسم بين الحكومتين ومؤيد ومعارض ويلا بقى مصر تروح في 60 ده. كانوا ياخدونا في حته وحشه قوي يا شيخ نبيل. ايوه ايوه. هي دي كانت فكره رابعه. مش فكره ناس معتصمه وخلاص. يعني كان في حضرتك عايز تقول كان في هدف مؤامره واتفاق مع السفيره الامريكيه. معايا؟ طب انا اقول لك سر من اسرار. احنا كنا في لقاء مع الدكتور سعد الدين ابراهيم في المركز بتاعه في المقط. معايا؟ اللقاء ده الساعة كام؟ كان الساعة 1. فاحنا قابلناه
وكان هو من الناس اللي نزلت ضد الاعلان الدستوري بتاع مرسي واحنا كنا معاه وكده. فجانا بعد قعد معانا وشوف ايه الاوضاع ومشينا. جينا ماشيين قال لا استنوا لحسن، جات له مكالمه السفيره الامريكيه جايه تزور مركز ابن خلدون وانا عاوزكم تبقوا موجودين اثناء ما هي موجوده. قلت له انا عن نفسي ما ينفعش اكون موجود والسفيره الامريكيه موجوده، انا همشي. قال لا استنى، طب السفيره الامريكيه فين؟ قال هنا في مركز الاخوان، مركز ابن خلدون كده والمركز المركز عام الاخوان. فانا بصينا من الشباك لقينا عربيات السفاره وعربيات السفيره. قلنا له ده انا قلت له ده احنا من اول ما جينا والعربيات دي واقفه، انا فكرت على الاخوان. فضلت قاعده ساعتين، انا قلت اشوف ايه القصه، اقعد من باب المعرفه. المهم بدات العربيات تتحرك فانا مشيت. عارف كانت قاعده ليه؟ ليه يا شيخ نبيل؟ كانت قاعده حتى يتم اعلان عزل المشير طنطاوي. بعد اعلان العزل مشي. فضلت قاعده يجي اربع ساعات في مركز الاخوان اللي في المقط. اربع سفيره تقعد اربع ساعات في المركز. اول ما تم الاعلان دي اجندات خارجيه واضحه. واضحه يا شيخ نبيل وضوح الشمس. فهي اول ما جت بقول له هي طولت ليه؟ قال لي كانت منتظره اعلان عزل طنطاوي. قلت له طب سلام عليكم. فادي في تخطيط. يعني قاعد اربع ساعات تنايل ايه جوه؟ معاه؟ فاللي عاوز اقول لحضرتك ان دي اجندات اجنبيه بتستخدم الدين ستاره وغش وخداع السذج، والهدف منها هدم الاوطان لصالح المستعمر الاجنبي. يعني يا شيخ نبيل يعني تقول ايه للناس اللي انساقط وراء كذيب الاخوان؟ والله احنا بنوضح. سؤال هنختم بيه حلقتنا بقى الإخوان. للناس يا جماعه اللي بتنساق ورا اشاعاتهم ورا كلامهم ورا اقاويلهم ودول ناس افاكين. بص انا عاوز حضرتك حاجه، ليه الاخوان سقطوا في مصر بسرعه؟ ما عادوش سنه تمام. والناس خرجت يسقط حكم المرشد تمام. ارحل يا فاشل ارحل يا كذاب تمام. مش احنا اللي ليه؟ لان حصل عند الناس وعي، فالاخوان دفعوا ثمن الوعي. الناس عرفت الحقيقه. عرفت الحقيقه. فاحنا شغلتنا فتح هذه الجماعه ونشر الوعي عند الناس، لان الوعي بيعمل لك حائط صد. الناس بتفهم ده مين؟ يعني انا لما يجيني مثلا خيرت الشطر يقول لي قال لو قال رسول، اقول له قال ديفيد في الزنزانه. والله. ما انا عارفك. خيرت البليت مش خيرت الشاطر. خد بالك. قال ديفيد في الزنزانة، انت قاعد طول النهار مع ديفيد اليهودي ضابط مخابرات وبتسوق نفسك هناك معاه. فاللي عاوز اقول لحضرتك ان لازم ننشر هذا الوعي عشان الناس تعرف حقيقة هذه الجماعات، حقيقة الاخوان، ان ليهم ان الدين ده ستارة بيستتر بيها ضد رغباته الخبيثة. هل يا شيخ نبيل في سؤال ما تسألش ليك قبل كده وانت عايز تقوله مثلا؟ لا والله انا يعني انا كل الاسئله توجهت انا لي. راجل منفتح اي حاجه يعني نختم حلقتنا. هو كان واحد مره سالني سؤال بيقول لي انت هل انت مؤيد للسياسات الايرانيه في المنطقه؟ قلت له لا طبعا، انا لا اؤيد السياسات الايرانيه لا في العراق ولا في اليمن، بس انا ضد فكره الصهيونيه العلمانيه بتسوقها في المنطقه، هي الحرب بين السنه والشيعه. قلت له دي حرب دحس والغبراء، اللي هيخرج منتصر اسرائيل. يعني لما العراق حاربت ايران 8 سنين المحصله ايه؟ معايا؟ في ناس دلوقتي بتسوق للحرب بين السعوديه وبين ايران، انا بقول لا احنا مفروض نصلح بينهم، لان دي حرب هتاكل الاخضر واليابس. طبعا. وفي النهايه اللي هينتصر شركات السلاح اللي هتبيع لي دول وهتبيع لي دول. اللي هيستفيدوا. فانا بقول ان دي فكره صهيونيه اشعال الحروب الطائفيه والمذهبيه والعرقيه. طبعا هيقضوا علينا بنفسنا يا شيخ نبيل، يعني من غير ما يصرفوا جنيه شويه بس يعني كده ايه فتن وشويه تمويلات. الادوات موجوده دكتور علاء. الادوات موجوده، سواء الادوات الشيعيه زي الحشد الشعبي او الادوات السلفيه زي السلفيين، دول عندهم استعداد يولعوا الدنيا كلها. الوقت خلص يا شيخ نبيل، كنا نتمنى نكمل معاك اكتر.
الوقت بيعدي بسرعه يا دكتور علاء، واحنا فرصه سعيده وان شاء الله يا رب يكون الساده المشاهدين استفادوا ان شاء الله من هذه الاخبار، وانا استفدت شخصيا. الله يخليك، لان يا جماعه دي مصر، يعني مفيش اغلى علينا من مصر. شكرا على حسن متابعتكم، نلقاكم على خير الحلقه القادمه، دمتم بكل خير في رعايه الله.